فوبيا المشاكل هو مرض حقيقي أنا مصاب به، نعم أم لا؟ آه. تخطيت السرطان، رجعت مريت بتجربة كورونا. يعني أنت أسألك بالله أظل أصور التلفون؟ ما بصور طلعاتي مع البنات للحفاظ على صوتي، نعم أم لا؟ يا جماعة ما أحس بشي؟ صبايا مرحبا، تحية وسلام وحب وشو ما بدكم لكل متابعين قناة الآن. بدي سلم على كل حدا عم يحضرنا. بلشت حلقة جديدة من توك تايم. الحلقة اليوم يا جماعة مختلفة عن كل الحلقات ورح تكون كتير سادة. أكتر حلقة تعبت أنا وعم أعملها الإعداد وأكتب الأسئلة هي الحلقة من لما بلشنا ولغاية اليوم، والسبب إنه الضيف بمكان مختلف كليا، عايش بكوكب لحاله هو وشي 20 مليون شاب، بيعملوا جيمز لحالهم، بيعملوا تحديات لحالهم، بيتخانقوا مع بعض وبيتصالحوا مع بعض وعايشين بغير دنيا، وكان كتير صعب الواحد يخترق هاي الدنيا تبعهم. اهلا اهلا يا علي احمد موسى يا ابو سروال. هلا والله، اهلا وسهلا حبيب قلبي، منوره دبي، تغلبت منور كثير التلفزيون الان، تغلبت كثير كثير ومبسوطين فيكم، وتغلبت كثير وتعبت كثير، وانت بغير دنيا عايش يا زلمه. انا بحب اكون غريب الاطوار. عشان شو اسمه، اي واحد بده يعمل سيرش عني يتغلب. ليك انت فيك شغله انه انت من الاشخاص اللي انا ما اقدر اتوقع جوابهم. يعني كل ضيوف اللي قاعدين مكانك على الكنبايه بيسالون السؤال وانا بعرف انه بيقدروا يجاوبوا هالجواب، بيقدروا يجاوبوا هالجواب. انت الوحيد حضرت كل لقاءاتك، المذيعين كثير بتعذبوا معك لانه ما بيعرفوا شو بدهم يسال، يعني ما بيعرفوا شو بدهم، شو بدك تجاوب. هون المهم الخروج من الصندوق. يعني انت لعبه صغيره، انت مكسر الصندوق وطالع. يعني انت بتسالني 4 ضرب 4 بقول لك 15. ابو سروال رح تقول لي كثير قصص لحدك، كثير قصص. بس قبل ما نبدا بكل شيء بذكركم بانه من الضروري انتم عم تحضروا هي الحلقه اذا كنتم مبسوطين فيها، وانا متاكد انه مبسوطين فيها، تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل حلقات توك تايم وكل البرامج الثانيه اللي عم تحضروها على قناه الان. وان شاء الله يا رب كل البرامج تكون عم تعجبكم. ابو سروال، بلشت اليوتيوب شانل تبعك ب 2015، شو حققت خلال هال 8 سنين؟ قولهم انا ولا انت؟ انت قول رقم وانا رقم. اوكي، لا انا حقولهم كلهم انا حبيبي، لانه بدي اصدمك بالنهايه. ما قصر. خلال 7 سنين حققت 3.17 مليون سبسكرايبر على يوتيوب مع أكثر من 400 مليون مشاهدة، 1.1 مليون إنستغرام، 2 مليون تيك توك، 2.2 مليون فيسبوك. رجعت ب 2018 أسست قناة تانية عليها 2 مليون مشترك و 180 مليون مشاهدة. بالحسابات مشترك بقنواتك وبمحطاتك وبصفحاتك وبحساباتك 11 مليون شخص. انت هاي بتطقطق قاعد ولا ايش؟ لا والله انا يعني هاي رساله واضحه للمعلنين، يعني انت بتحكي عن ارقام بتخوف. هز حالك شويه، انت عم تعوق دول يا زلمه. سامع، دول دول. بالاضافه لكل هاد، انت ثاني افضل سامع محتوى رياضي على تيك توك لسنه 2012. انا الاول بالنسبه لي يعني، بس لا انت الثاني. لا الاول، انت الثاني. شو جليك، لو كانت ذهبيه كنت قلت لك الاول، هي فضيه اخوي المونتاج حطها ذهب. والله ولا بغيرها انت. بس هذا الكلام عملته خلال سنه، يعني انت دخلت تيك توك من سنه. نعم، خلال سنه حققت 2 مليون وثاني افضل صانع. لك الثاني مركز بشع ولا حلو؟ لا طبعا حلو، عشان السنه اللي بعدها اجيب الاول. في اول السنه اللي بعدها طبعا ما بتوقع صراحه. ليش؟ اتوقع رايح بعد الاول دغري، يعني بدهم يحطوك. يعني عديت بيفرغوا لك تيك توك. عديت ان شاء الله. ابو سروال، رح نبلش، عنا كثير فقرات وعنا كثير قصص، وما بعرف ليش حاسك مو انت. مو انا؟ ايه حاسك خجلان شوي، مو انت اللي عم يلعب ببجي نفسه. بوفر عشان اللايف، يعني بوفر عشان انو لايف. بوفر عشان الشغل يعني. يلا عشان الشغل يبدا، رح نروح لاول فقره وهي كويز. تاع الجامعات؟ لا كويز. هو تاع الجامعات. تبع الجامعات، فكرت جامعة. ايه تبع الجامعات. يلا ماشي، يلا كويز، خليني اعيش تجربة. كويز يا ابو سروال هي 25 سؤال، رح تجاوبني عليهم بنعم او لا. اذا طلبت منك تبرر، برر لي بخمس كلمات بس. انت خمسة فقط لا غير. خمسة، ذهب الطالب الى المدرسة. ايوه ذهب الطالب فقط لا غير. جاهز؟ ما جاهز. صدق ولا كذب؟ شو يعني جاوبني الصدق ولا الكذب؟ شو
بتتوقع حالك شخص صادق؟ أنا صادق جدا. أوكي. مع نفسي. واحد، من المنطقي بأنه أبو سروال عنده على البوست 33,000 كومنت وهيفا وهبة عنده 1500 كومنت، منطقي ولا مو منطقي؟ نعم أم لا؟ منطقي ولا منطقي ولا نعم ولا وأبرر نعم لك؟ نعم أم لا؟ أبرر لك؟ بسرعة. لأنه أنا في السوشيال ميديا، هي مش وين هيفا وهبة ليه؟ هي سوشيال ميديا بس مو سوشيال ميديا يعني. كيف بدي أفهمك يعني؟ دخل لي إياها بعقلي، كيف أبو سروال عنده كومنتس أكثر من هيفا وهبة؟ أنا أحلى منها. احلى منها. ايش ده؟ ايش ده اقول لك؟ نحن بنعتذر منك هيك وهبة على هذا التصوير. اه بتشاهد؟ ما عندك كرش يا زلمه. هي بتشاهد؟ طبعا حتشاهد لما ابو سروال يقول انا احلى من هيك وهبة. لا لا هي احلى يعني، اذا ما كانت بتشاهد حتشاهد يعني. لا انت احلى، انا اسف، هسه نقصنا لك احلى. تعال مع هيك وهبة. لا لا انا اسف. نعم ام لا، منطق انه ابو سروال عنده على يوتيوب 3 مليون سبسكرايبر ونور ستارز عنده 20 مليون سبسكرايبر؟ طبعا منطقي هي تكون اكثر. بلش انا انولدت هي بلشت. بلش من قبل ما يبلش اليوتيوب بلشت. لو كانت لو كانت كرة القدم امرأة لتزوجتها، نعم ام لا؟ لو كانت كرة القدم امرأة لكانت حبيبتي، نعم ام لا؟ يعني بغض النظر امرأة حتكون حبيبتي بس يعني مش شرط تكون كرة قدم. ليه تكون كرة؟ ليه ما يعني هيك جاوبت بحماس؟ هذا السؤال انت فاهم زاد 18 يعني، كيف بدي اجاوبك؟ لا شو ده؟ هيك بس مشاعر وعواطف. انه يعني عشان الكرة؟ ايه لك شو عشان شو لك؟ نعم صحيح. اوكي هيك اعطيني دراما هيك. احاسيس بدي احطهم بالكابشن لانه تحت الفيديو انه نعم يبكي بسبب كرة القدم، خصوصا كرة نهائي كأس العالم اللي أخذها ميسي. أربعة، صناع المحتوى الأردنيين هم الأهم، نعم أم لا؟ هم الأكثر. هم الأهم. أهم إيش؟ هنن الأهم، نعم أم لا؟ أهم في إيش؟ هنن الأهم. أهم في إيش؟ أنت شايفهم الأهم ولا لا؟ يعني بس اللي نعم أم لا؟ أهم في وجودهم في الدنيا مهم؟ يعني أكيد أنتوا والله على العين والرأس، بس يعني على السوشيال ميديا أنتوا الأهم؟ صناع المحتوى الأردنيين؟ طبعاً إحنا الملح لأنه إحنا كثار. اوكي دبلوماسي. احنا بدوننا ما السوشيال ميديا بتخرب. لو كنت نحيفا كان فيش غير اثنين في السوشيال ميديا. لا. لو كنت نحيفا لما احبني الناس، نعم ام لا؟ ما انا نحيف. لا لكن انا نحيف. لو كنت نحيف يعني نحيف كثير. ايه يعني تتخيل ابو سروال بدومك وعنده شويه كرش مثلا، مو ما بحس ظابطه. لا لا يعني تعمل دايت وتعملنا سيكس باكس. لا لا ما كان حبوني. ما بحس انت. نعم ام لا، احب الاردن لكني فلسطيني؟ بحب اثنين. اوكي بس اكيد يعني. حلو. لولا فشلي العاطفي لم انجح بالببجي، نعم ام لا؟ لولا ما فشلت عاطفيا ما كنت نجحت بالببجي. ايه يعني ببجي مع خطيبة وجيرل فريند وحبيبة وكذا ما بيجي الحال. ايه فشل. ليش كنت لا شو اللي فشل عاطفي دخلت؟ ايه انت عندك فشل عاطفي. انا عندي فشل عاطفي بس من من الببجي. فكر لي شو من الببجي اصلا؟ من الببجي اساسا. انت قصدك انه انا مريت في علاقه وفشلت يعني؟ حسيت ما انا تعرضت عليها في اللعبه. مختلفنا بس انه الصدمات العاطفيه هي اللي خلتك تنجم بالببجي اللي قبل. ايه لا الصراحه كنت بدي مصاري. الصدمات الماديه. كنت شايف انه اللايفات كثير مربحه فدخلت اللايفات. ليفربول هو اكره نادي بالنسبه لي، نعم ام لا؟ لا ما بصور طلعاتي مع البنات. بايرن ميونخ. لازم نحكي اوكي. بايرن ميونخ. ما بصور طلعاتي مع البنات للحفاظ على صوتي، نعم ام لا؟ طلعاتي مع مين؟ مع البنات. النساء الكتار اللي بحياتك. فرحه ال 100,000 يلي عشتها بعد 3 سنين من دخولك اليوتيوب اكبر من فرحه ال 3 مليون، نعم ام لا؟ وانا جبت ال 100,000 على 3 سنين. اوكي انا انشات القناه ب 2015 بس انا بلشت ب 2017. انت فعليا بعد 3 سنين من انشاء القناه صار عندك 100,000 سبسكرايبر. بس انا انشاته وما سويت شيء يعني، انا بلشت في اليوتيوب اوكي اسبوعين جبت ال 100,000. والله فرحه ال 100,000 تعرف شو القصه هاي؟ ايه فرحه ال 100,000 اكبر من فرحه ال 3 مليون. الدرع الفضي وهي الاكشن هي فرحه دلوقتي. اكيد اكيد اكبر بس اهلي خربوها صراحه. ليه؟ فصلوا عن النت. لو رجعت للبدايه كانوا مقدرين. لو رجعت للبدايه لحذفت اسم ابو سروال وضليت علي موسى، نعم ام لا؟
لانه ابو سروال طلعوا لك ابو سوسو وطلعوا لك شغلات هسه لا لا بالعكس وطلعوا لك حركات وكذا يعني موسى يمكن في ناس حبت الاسم يمكن الاسم كان مميز فخلينا اقول شو كان السؤال لو رجعت للبدايه كنت بكون علي موسى ما بكون ابو سروال نعم ام لا لا اوكي ناوي ترجع مع التيم كامل مره ثانيه يعني قصي وصلتي وهيك نعم ام لا نعم ندمت على دعم ناصر الصلطي في البدايات نعم ام لا لا طبعا انا اشكل تهديد على صناع المحتوى الشباب نعم ام لا لا فقط الكبار في العمر كبار السن لا الشباب يعني قصدي الرجال الرجال يعني باقي الشباب انت اللي بدك تذكر اسماء عشان منافستي انا منافستي مع النساء الزبير مبدع نعم ام لا الزبير ايه. مبدع جدا اليوم انا على خلاف مع ابو الروب نعم ام لا لا الشباب عندهم هوس متابعين اكثر من البنات بهي الايام نعم ام لا لا بشكر الله اني لعبت ببجي اكثر مما درست بالجامعه نعم ام لا ها كان ميزه انك انت لعبت ببجي اكثر مما درست بحياتك نعم اكيد يعني لو رجع الزمن لورا رح تلعب ببجي اكثر مما رح تدرس اكيد معناته توقعت اللي لا انا اكثر عفويه من باقي صناع المحتوى الشباب نعم ام لا لا ما انك اكثر عفويه منه انا بقول نعم انت شو بتقول بقول عنك مو عني يعني يعني ده فيش حدا بقول عن زيت وعكر بس انا بدي اقول عكر عشان ما يعني انت عفوي اكثر منه انا عفوي يعني بس يمكن في ناس عفوي اكثر طيب فوبيا المشاكل هو مرض حقيقي انا مصاب به نعم ام لا انت قلت مره انه انا يا جماعه عندي فوبيا من المشاكل اليوم بتقول لي الزعل عندك فوبيا من الزعل يعني الزعل المشاكل اكيد حاولت الرجوع لخطيبتي نعم ام لا لا انكمشت كمش اليد وانا عم خون نعم ام لا شو انكمشت كمش اليد وانا عم خون كنت ماسك الواتساب هيك عم تكتب والصورة بنت والاسم سامر الأشقر والتقطت مش شو لا طبعا انت يعني ايش لما كنت خاطب يعني بقصة حياتك البناتية لا التقطت انت عم تخون ولا لا لا ولا مرة ولا مرة هل بتخون حبيباتك ولا لا حبيباتي ما انت انا لو مثلا داخل هذا السؤال تسأله واحد متجوز عشان يعرف جاوبك او لا هو اكيد حيجاوب لا طبعا لا بدك تقنعني من لما انفصلت انت وخطيبتك لليوم ما مرقت ولا صبيه كنت مرقوا كثير ايه ما شفت كثير اللي مرقوا خنت منه خنت وحده منهم ولا لا ما انا ما دخلت معها بعلاقه حتى اخونا بدي وحده صار في بحبك بحبك اكيد صار يا ابو سروال يعني حط عينك بعيني لا الوطن العربي كلهم عامل لك فول لا ما هو المؤمن لا يلدغ مرته وحش. انا الاقل ثراء بين صناع المحتوى نعم ولا لا اقل ايش ثراء فلوس صار يعني دولار درهم دينار انا اقل ثراء ولكن الاغنى فكريا بدك عصير حماد موسوس اكثر مني نعم ام لا شو عرفك بحماد شو انت تعبت وانت بتدور صح لا يا زلمه هذاك غبي غبي موسوس يعني اعلنها ابو سواك كنت كثير منيح بكويز بس لهلا انا حاسس انك متوتر ما بعرف ليه ما انت صراحه صدمت بالاسئله نحن حنروح على بريك سريع ونرجع نكمل مع ابو سوال على التلفزيون الان نحن مكملين بهالحلقه مع ابو سروال ليه ما عم يفردها انا ما بعرف ليش بدك افردها غير شخص إيه ممتاز 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 شو بدك تعمل اعمل لانه محضر ورقه الاسئله بعد اذنكم محضر اي اسئله هدول شفتوا هدول مخبايين اتركهم يا زلمه حاطين له فقره مخبيين الصور هم بينوا سروال محضرين لك فقره اسمها كنكنه في نسوان لا يا زلمه شو نسوان انا وياك لحالنا المهم الفقره اسمها كنكنه مسك لك مسك لي كاسة هالبابونة شو مسكها؟ حرك لنا الظرف هيك بس لحتى لأنه هيك شو بيقولوا نحن بالشام نقول يغمق الشاي حق بردان؟ إيه؟ أنا لابس صوف وملبسك نص كم حط لك هيك أيوه قديش صار لك مراحل عند ستك؟ بدك تحرق لي؟ لا
قديه صار لك رايح لعند كان بسروال هيك ريح يعني انت شادد من اول الحلقه بدك انا اروح عند ستي يعني قديش صار لك رايح لعنده يعني هيك تخيل حالك اروح له على القبر يعني لا بعيد الشر يا زلمه ما في ولا ست على قيد الحياه ولا فش يا ابو سروال بدنا نكنكن انا وياك هيك رخي يعني انا بدي احسك بالبيت انا بدي احسك بالبيت لانه بدنا نغير الحديث انا وياك بقى شوي ابو سروال شاب عمره 26 سنه عم اسس حاله ناجح عم ياسس اسس حاله ضل شيء ما اسسته مصاري وفيه و11 هلا عم نقول لك لسه 11 مليون اذا 11 مليون اذا كل واحد قلت لك دولار صار معك 11 مليون دولار حلو دولار. هذا التفكير فكرت فيه زمان خلصت انت من زمان هاي ابو سروال قصه نجاح انا ما فيني انكرها بس قصه النجاح هي مرقت مع خطوط ثانيه بالحياه فعلا كثير صعبه هلا انت مانك دراما بس انا مصر اعمل لك دراما وهيك تعطيني جمل دراما حطها بالبرومو وحطها بالعنوان وهيك وهي الفقره حنعصر آلامك فيها شو اسمها نعصر آلامك؟ اسمها كنكن اه كنكن صح معلش نسيت كنكن يا ابو سروال اه تفضل واحكي لي عن علاقة ابو سروال مع المرض لك الضيوف بالعادة بيبكوا بهي الفقرة انت عم تعمل لي حركة جد؟ احكي لي ايه والله جد كل الضيوف بكيوا بهي الفقرة فإذا فيكي اه اوكي روح معي بالأجواء دراما هيك شوي علاقتي علاقتي مع المرأة المرض المرض شو؟ المرض المرض؟ مو المرأة المرض عقلك بالنسوان أبو سروال كل فكرت غير مجرى التفكير إذا ما فكرت مع المرأة لك مع المرض المرض أنت تخطيت أنت تخطيت ثلاث تجارب مرضية فعلا قاسية من غير اليوم تخطيت السرطان رجعت مريت بتجربة كورونا كانت يعني كتير صعبة رجعت تمريت بالعصب السابع وكمان كانت تجربة صعبة لأنه هو شيء عم يرافقك مع العالم يعني ما هو مثلاً قريب ما عم يبين هو بوشك أنت كل نهار عم تتصور رأس مالي أي حلال عليك رأس مالك فعلاً اليوم تتذكر هدول التجارب بتنظر لهم أنه أنا كبطل ولا بتنظر لهم أنه أنا ما كنت قد هاي التجارب ما نفسيتي بوقتها كانت داون كتير ما كان لازم يكون هيك كيف عم تنظر لهي المراحل من حياتك؟ يعني بطلع عليها انها علمتني وانا اصلا لو ما صابني السرطان ما اعتقدش كان وصلت لهون لانه كيف اكتشف علي موسى انه هو معه سرطان؟ كنت نايم احنا اكتشفنا شو الاعراض يعني؟ هسه الاعراض مكان السرطان هو بصير ورم كبير بصير ورم يعني بعد قد ايه انتبهت؟ بعد كثير يعني احنا الشباب عاده الواحد ما بينتبه انه عنده كتله احنا شو ما يصير معانا بنحط عقول تمي زيت خروع وخلص فانا انت عرفت انه هاي القضيه ما لها قضيه زيت خروع لا انا كان كل فكري انه ورم او بس مش ورم يعني اللي هي زي ما تحكي الرضه انه ضربه خبطه يعني. اوكي لانه انا اصلا لما بلشت احس فيها انا اصلا كنت بحك في المكان هذا وانا نايم وحسيت حالي انه انا شديت زياده عن اللزوم بالحكه فزي كني هيك خبطت شيء صحيته فلما صحيته ظل يكبر وكل ما اروح على دكتور يقول لي رضه فتاك مش عارف ايش يعني اي شيء غير السرطان وانت هون عمرك 18 سنه 18 وصابني وجع في رجلي هو هذا الوجع اللي خلانا البس السروال مش انه الورم تبع السرطان اوكي الوجع في رجلي الشمال غريب هيك فجاه روح افحص بقول لك تمزق شد عضل حط كريمات حط ثلاث اشهر وانا انام على الابر يعني ما اعرفش انام فروحنا على مستشفى وفحصنا فابوي بقول له انه يعني خلص من هاي الرجل بقول له والله شوف لي هاي يعني. فحصلنا اياها حط ايده قال لي قح قحت قال لي دخول من دخول على السريع يعني شو دخول يعني دخول على غرفه العمليات مش غرفه العمليات على المستشفى تنام في المستشفى 20 يوم الدخول عندنا انه يعني تدخل وظلك نايم فطبعا خلال 20 يوم هذول فحوصات ابشع 20 يوم بحياتك ولا لا لانه ما كنتش فاهم شيء يعني كنت اوكي يعني سيئات انه بس هيك مستوعب شو عم بيصير اول مره بنزل بفندق يعني صراحه 20 يوم كنت مقضيها في البيت
كيف عرفت انه معي سرطان؟ اخر يوم تقريبا بالعشرين يوم هذول كنا احنا اربعة في الغرفة، اربعة مصابين، واحد منا صار يدخن، ممنوع الدخان هو خصوصا في القسم هذا لانه المناعة بتكون زيرو، بس انا ما بعرفش. فدخل الممرض عليه وقال له ممنوع تدخن، ما بصير، هنا كله امراض سرطان. رنيت عبوي بقول له يابا احنا امراض سرطان، بقول لي ما هو يمكن ابوي كان عارف بس انا ما كنتش عارف، فصار يضحك قال لي قلت له حبيبي والله يعني فاجأتني الصراحه وبس وكملت. يعني هو اصلا انك تعالج هذا المرض تعالجه بانه تخلي روحك حلوه ولا هو اذا اليوم عم يحضرك شخص مصاب بالسرطان شو بترد عليه؟ شو بتقول له؟ شو بتنصحه؟ انا وانا مصاب كانوا يحكوا لي الاندومي بيعمل سرطان، كنت انزل على باب المستشفى واطلب اندومي حبتين كمان مو حب واحده، فانسى يعني خليك مش تبيعها يعني، خذ العلاج والسلام عليكم، خليك يعني فرفوش بيعها بس يعني انت ما دام خلص يعني المفروض انا اعرف انه معي سرطان انهار صح؟ لانه دائما الكل بخوف من مرض السرطان. يعني انه شاب عمره 18 سنه لسه الدنيا ناطرته لحتى يكسر الدنيا، اجوا قالوا له معك سرطان، ما كنت منهار؟ لا طبعا. هي قوه ولا لا مبالاه؟ قوه الدين. قوه الدين يعني، وانا يعني صار قوي ايماني اكثر لما مريت في هاي المرحله اكيد يعني. وبعدها صرت اتعالج كيماوي. كيف كان العلاج؟ اكيد فقدت شعرك و... انا الوحيد اللي ما فقدت شعري. والله يعني كان واحد دخل جنبي جديد لسه وشاب عمره بجوز 35 سنه وبكل صحته، يعني اخذ الجرعه، احنا بعد شهر بنرجع بناخذ كمان جرعه، ميت يعني شخص منهار وشعره واقع. فهي نفسيا بتعالج السرطان. خلال الكيماوي يعني كنت انه نفسك هلا نفسيا حكيني كنت نفسيا ما كنت عادي انكت واحكي وخبص لدرجه انه كانوا يعطون الكيماوي مقسم لجرعه، انا اسبوع كامل وانت تاخذ الكيماوي، في جرعه 24 ساعه، في جرعة 12 ساعة، في جرعة 16، كلهن يعني جرعة ال 24 ساعة أخذها بتسع ساعات. كانوا هم شو تكرع عن كرع يا زلمة؟ العجل كل دقيقة بتنزل نقطة كيماوي طبعا، فأنا كنت أسرع العجل هيك الخلايا تعمل تفاجئ للسرطان مفاجأة. يعني هو فاجأني فاجأته. اوكي. فكنت كل جرعه اسرعهم لانه المستشفى اربع شفتات. اربع شفتات فيروحوا ما يعرفوا قديش صار. انا لما يجي الشفت الثاني اقول له والله حط لي اياها، صار له تقريبا اربع ايام حط لي اياها فخلصت. كنت اتخوف عليهم. هيك ابو سروال حقيقه شاب عمره 18 سنه اسمه علي موسى قالوا له معك سرطان وعم ياخذ كيماوي وقاعد بالمشفى يوم ويومين، يخطر له انه انا معقول ما تكمل فيني الدنيا، انا معقول ما لي مستقبل، انا تدمر مستقبلي؟ هسه خطر في بالي بس مش موت يعني، ما كانش فارق معي. كنت بقول لك يعني بيعها بس مش بيعها بنفسه يعني، كنت اوقف على الشباك وقعد اقول يا رب انا بس بدي اكون زي هذول الناس اللي بمشوا يعني، بس اكون زيهم. وهاي يعني كانت احد اسباب اللي هي القناعه. لما انا صرت قنوع ليفل ماكس زبطت مع الدنيا. لأنه بعد ما خلصت وصرت أنا أشتغل شوف واحد معاه دراجة سيارة أقول ليش ما عنديش سيارة، بعدين أتذكر لما كنت واقف على الشباك وأقول ما أنا كنت بس بدي أمشي على أساس، بعدين أقول الحمد لله أصلاً ما بديش شيء يعني. فمن هذا المنطلق بلشت. في قول بيقولوه صراحة كثير بيأثر فيني، إنه الله إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش. وأنا بشوف بإنه أعطاء رب العالمين ده أبو سروال يعني مدهش، إنه أنت عم تعمل نجاحات ما شاء الله بسرعة كبيرة، عم يتابعوك ما شاء الله أرقام كبيرة ومحبوب، ما بس إنه عم يتابعوك. فهذا الكلام بيترافق بنفس الوقت مع شيء سلبي بحياتك؟ يعني اليوم أنا بنظر لحياة أبو سروال شو السلبي فيها؟ يعني سلبي فيش سلبي؟ فيش سلبي في حياة كاملة؟ في إنسان كامل الدنيا معه؟
انه شيء من الشهره ولا لا ما شو اللي ناقصك؟ طبعا مش ناقصني شيء، الامور تمام 100%. بتجربه كورونا ناقصني حد يفهمني، انثى تفهمني. انا عم نحس ببعض يا ابو انثى تفهمني وتفهم بس الشغل عم تحس فيكي وعم تحس فيني بس تكون بتفهم يعني. هلا كل هالبنات بغض النظر عنها تفهمني بس تكون تفهم. كل هالبنات ما لقيت واحدة تفهم عليك. لا في مليان كلهم بفهموا بس تفهمني. خلاص نرجع لموضوع تفهمني. ليك كم سؤال بتجربة المرض الثاني اللي هو كورونا، بدي هيك نسرع الموضوع حتى ما يكون الكورونا قلت حموت. احكي لي عن كورونا. كورونا قلت حموت لانه يعني شفت ملك الموت سلم علي قال لي دير بالك المره الجاي وظل رايح. اربع شهور سيئات جدا. لانه هون كان في عندك هون كنت انضج انت اول شيء، كان عمرك 24 سنه. ثاني شيء كان عندك شعور انه وكنت مشهور اوريدي يعني كنت صرت معروف، فالواحد بيتمسك بالدنيا اكثر، صار عندك مدخول وصار عندك يعني صحيح. هون حسيت انه ولي انا قصتي عم تخلص ولا لا؟ انه يعني ما صدقت تصير معي مصاري اروح اموت. انه شوي نشم ريحه هالدنيا شوي يعني خلينا احضر كاس العالم بس. طيب كمل لي. الصراحه الكورونا كان تجربه سيئه. وانت اصلا كورونا اللي مؤامره وفيش منه كورونا وبمزح وبتخوفه وبيف اجتك كورونا. ويعني هو كان بس كوابيس وحراره ومغص. دخلت المستشفى، انا بديش ادخل كنت يعني، انا حرفيا جيت فحصت قالوا لي لازم تدخل، سحبت حالي وروحت في نص الطريق قلت خليني ارجع. وقعدت تقريبا 3 ايام يعني اسوأ 3 ايام في حياتي. وكنت كل ما يجي الدكتور اقول له بدي اطلع يقول لي معامل التهاب كبير. شو اسمه عالي؟ شو معامل التهاب؟ طب اشرح لي شو معامل التهاب عشان افهم. انا طلعت قال لي عم مسؤوليتك. ثالث مرضى اللي هي العصب السابع يعني هون انت كنت بقمه نجاحك. هو العصب السابع قبل الكورونا. هو قبل الكورونا واحد قبل الكورونا وواحد بعد الكورونا. انا حكيك على بعد الكورونا واحد يعني الفطور واحد على الغداء. يعني انت كنت من فتره بدبي حتى كرمال انا اجيت عالجته في دبي. مليون بالميه. بثالث مرضى انت هون كنت باب وسروال يعني كنت معامل نجاحات وكذا. وبرجع بقول لك الانسان بس ينجح بيتمسك بصحته اكثر. فهي المرضى كيف تنظر لها؟ عندك مبدا نوعين، عندك مبدا استفادات الله سبحانه وتعالى، كيف تنظر للموضوع يعني؟ بنظر لها بنظر لها في عين واحده لانه العين الاولى طافيه مش شغاله. كيف بدي اقول لك شغله؟ اعطيني هالكاسه انت الكنكنه معك ما بتزبط. خذ يا زنبلك الكنكنه معك ما بتزبط لو سمحت. الفقره وتبع المونتاج حيلغوا لنا اياها بعد اذنكم. خذوا لنا هالغراض اخي. شو بدي احضر لك انا؟ شو اللي هي المخده لك؟ انا عرفان شو دواء ابو سرو. هي المخده. هاي المخدة. ايه في صور. شو مين اول واحد حتى تحكر؟ انا ما بعرف مين هدول الصور. اشرف حكيمي اخترنا. اوكي نحن اخترنا صور ل 25 شخص من الرياضيين وعائلاتهم، والفريق هون اختاروا 5 منهم. في 3 هون رح نروح لبريك. خلال البريك رح تحذف 2 وتخلي 3. شو يعني نحن بالحلقة عنا وقت أشيل 2 وخلي 3 ببساطة. أوكي انسالي كل شيء قلته، حذف 2 خلي 3. حنروح على بريك ونكمل مع أبو سروال. رجعنا بعد بريك اليوم بتوك تايم. خلال البريك ما حكى معي ولا حرف، كان عم يتاوب ويشوف بهالوراق، يرجع يتاوب يرجع يشوف بهالوراق. هن 5 حذف 2 يعني عندنا حكيمي. اوكي حكيمي بدنا اياه ولا ما بدنا اياه؟ يعني انا بدي اياه. اوكي انا بدي اياه بس يعني نحذفه. يعني اوكي حذفنا حكيمي. وفي عندنا يعني هذا لسه صغير. شو هذا مين؟ بابي. اوكي بلا بس بقي عندنا مين؟ ميسي ورونالدو. واحدة بتخصني شو بدك فيها؟ افتح انستغرام بسرعة ما تضوع لنا وقت ابدا. انستغرام؟ انستغرام صح. انستغرام بسرعة اعمل لك سكرين ريكورد؟ لا اعمل سيرش على ميسي. ليو ما بده ليو، هو ميسي. لا لازم تصير تتعبي ليو. على ليو ميسي هو طيب. ميسي ما بده. افتح المسجات بينك وبينه. افتح الكاميرا. كاميرا؟ ايه بعت له فيديو. شو بتقول له لميسي؟
قل له شيء. كاميرا وو كاميرا وو كاميرا وو اذهب الى الجحيم. هيني صورت. قل له شيء قل له شيء انت بدك تقول له. يا كاميرا وو قل له بحبك، فخور فيك، بشوف حالي فيك، انت حياتي، انت كرة القدم بالنسبة لي. شو بتحب كريستيانو معلمك؟ روح شو بدك تقول له؟ قل له. طب افرض شافها. شو؟ افرض شافها. حط عينك بعيني. لا يعني حط 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 عينك بعيني، حط عينك بعيني. افرض افرض ايش حيقول؟ ما هو مش حيفهم شيء، بدي احكي معاه بالعربي، بدي احكي معاه بالانجليزي، حتى انجليزي بفهمش. يلا بعت له شيء لميسي وجهز لي شو بدك تقول لجورجينا. جراثياس. اولا. قول واحدة، قول واحدة ثالثة وبلغي لك البرنامج. This thank you. انت اسطورة وخلص يعني ختمت اللعبة، هسه تقدر ترجع على كوكب اللي جيت منه. السلام عليكم، ارجع على كوكبك عشان خلص نعطي مجال لغيرك. يلا بعته وروح على جورجينا. لازم ابعت؟ ايه بعته. ما امسح؟ لا شو تمسح، خليه بركي شاف وما بتعرف. جورجينا عملت البلوك. لا يا زلمه عن جد عم تحكي؟ هم الثلاث صور الثانيات رونالدو وجورجينا. اوكي يلا روح لعند كريستيانو وبعدين جورجينا. هذا منيح ما حطيت حكيمي وبعدت له بالعربي. بدك احط فلتر هيك شو جورجينا ضبط الوضع. استنى شوي نحضر الستوري. بدك الصراحه خذ وقتك اخي، خذ وقتك. يلا شو بتقول لجورجينا؟ رونالدو ذا بيست، ميسي نوت ذا بيست، يو ار ذا بيست، انتوا الاساطير وانت ما شاء الله عليك مزق، والله يخلي لك شو اسمه اولادك، وفي حال ضايقك هذا الواطي بس كلمين ان شاء الله حظبطك. رح لي عند المعلم اصبر شوي خلص يقوم تقوم تزعل هلا. بحبك. اروح على رونالدو. يلا عند رونالدو. ميسي شافها. عامل الصوره باحترام اكثر. انت حمدون كريستيانو كمان بين ايديك. كريستيانو واحد موحي. ومين كريستيانو؟ كلهن كلهن 900 جول اللي حطهم. كاميرا هو والله، والله كاميرا هو. شوف يعني لا تزعل، لا تزعل، انت بتضلك اسطوره وشو ما صار معك ظلك افضل رياضي بالتاريخ، وانت اشتغلت على نفسك. بس بالنهايه يعني انت للاسف جيت بزمن فيه ميسي. تعال في زمن ثاني ان شاء الله راح ندلعك. تحياتنا لك والنصر بانتظارك. والله والله لا والله ما اشوف انا لو بعرف هيك ترى خليت مبابي والله كمان. ما يشوفه لا يعمل لك بلوك. بدك تبعت شيء لمبابي؟ لا اصلا عامل له فيديو. اشرف حكيمي. اشرف حكيمي تحياتنا له، ما قصر. شو رايك؟ بدي اسالك صراحه مع انه هذا الكلام يعني انا كثير ضده، بس بدي اخذ رايك. شو رايك باللي عم بيعلقوا على ملابس زوجته لاشرف حكيمي؟ وفي ناس على مين زوجته هلا؟ هي حركات عم تعملها صح؟ يعني انت بتعرف انه كثير بينشروا صورهم مع اشرف حكيمي. قصدك ما عمري شفتها. شفتها وهي بتبادل فيه بس في الملعب لما نكدت عليه. فيعني كانت انت ضد التعليق على يعني عائلات اللاعبين وهيك؟ هلا انت بتحكي بس بتحكي بطريقه محترمه بصراحه. يعني شفت اخته للاعب بالملعب بقطر بس حكيت بطريقه يعني ما كانت، بس في عالم تكتب بطريقه بشعه. شو رايك بالموضوع بسرعه؟ مين اللي شفتها؟ مين اللي شفتها بالملعب؟ اخته لمين؟ مرته لاجويرو، صاحبيته. اوكي. هي حلوه الصراحه. لك حلوه كثير هي، بس انت حكيت بطريقه يعني ما كنت كنت انه مهضوم، ما كنت قليل ادب بصراحه، بس في عالم ثاني بتحكي بقله ادب. شو رايك بالموضوع؟ يعني اللي بده يطلع شو اسمه يتحمل شو اسمه. افتح اير دروب بقول لك. شو هي فقره جديده؟ ايه فقره جديده. خلصنا وحيات الله نساني اسماء الفقرات، نساني الدنيا. التلفون. خلصنا التلفون وبدنا نروح لمين كومنتس. خلصنا. افتح اير دروب. فقرة جديدة اسمها اي كومنت. فقرة جديدة. مين كومنت؟ مين كومنت يعني كومنت لقيمة. انت مصور كومنتات وبدك تبعث لي اياها. شو اسم علي؟ سوسن. خلص ايوه. يلا 14 صورة؟ بعثت لك 6 كومنت بس فقط لا غير. رأون ورد عليهم لو سمحت. اول واحد اخ على ايامك يا ابو سروال، البساطة حلوة يا ريت ترجع مثل قبل.
يعني انت بدك انا ارجع في غرفه واحده واجسد دور 16 ولد وام واب؟ شو احنا بيوم الحشر؟ يعني طبعا بدي اعمل بيت كبير واجسد فيه شخصيات. اما انت قصدك انه على ردات الفعل، هو اكيد مو قصده على البيت، اكيد قصده على طريقه تعاملك انت لا 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 مع لا السوشيال ميديا يلي اخر سنتين صار فيها يعني هيك مو دائما بس احيانا صرت تجي من فوق لعند المتابعين. لا لا بالعكس، مو مثل ايام قبل. لا هو كنت شخص، هو قصده البساطه في المحتوى. لانه زمان انا كنت اعمله حلو بالمحتوى وبالفكره، يعني انا عم بحكي نيابه عنه بالبساطه بالاداء تبعك وبالمكان وبالمحتوى. ما انا زمان كنت احط اللقطه واعمل ردة فعل عليها. اوكي، يعني ردة فعل البس مثلا برشلونه واشوف ردة فعل، اعمل ردة فعل انه اكلنا جول او خسرنا مثلا. طب انا اذا بدي اضل اعمل زي هيك ما حوصل لمرحله تكرار، يعني انا صرت اكرر نفس الحكي، فطبعا بدي لازم اغير. يعني هم بجوز بعد سنتين يشوفوا محتوى ثاني هو نفس الفكره، ما دام انا عندي اساس في المحتوى بضل ماشي عليه. بس اطوره، ممكن اعمل دوري ابطال المجره، يعني بصير مختلف يعني. بس هي الفكره. كومنت لي بعده. ايام ما كان بسروال يعطي القناه اهميه ويشتغل من قلبه. هذا وين؟ اي قناه؟ الرياء الجيمنج، قناه الجيمنج. هاي الكومنت من 1 يير، يعني من ايام المرحله اللي انت كنت قاعد على القناه فيها اكثر، عم تتعب عليها اكثر، عم تعطي فيديوهات. اليوم احساس العالم انه انت تحولت لشخصيه مشهوره، بدها تروح على تيك توك تتكرم، بدها تسافر، بدها تركب طيارات، بدها تجي على دبي وتروح على لبنان وتروح على تركيا. يعني فكره هيك الشاب الصغير بالعمر اللي قاعد بالبيت عم يعطي القناه وعم يصور بموبايل وبكاميرا عاديه وهيك، غيرت وجهه نظر العالم تجاهك يعني. فانا بحس انه انت في مجموعه كبيره من الشباب بيحضروك بس بميلوا اكثر تجاه النسخه الابسط من ابو سروال. مثل هاي الكومنت، شو رايك؟ يعني انت اسالك بالله اضل اصور بتليفون؟ يعني لا طبعا اصور في كاميرا. كاميرا بس انت ما يعني انا كنت متخيل اشتري كاميرا سعرها على بلاوي، انا منو علي بضل في التليفون. اوكي بس اجباري بدي اطلع الكاميرا. رد على هاي الكومنت، انت عم تشتغل من قلبك اليوم على القناه؟ هاي الكومنت من سنه وما زالت عم تنعاد. هذا الكومنت على قناه الجيمنج، وبقول لك انا كنت شغال في الرياضه، اجل كورونا اشتغلت في الجيمنج زبطت معي. اوكي. عديت كثير في الجيمنج. بعدين يعني انا كنت مهمل الرياضه، اشتغلت في الجيمنج واهملت الرياضه. أوكي. يعني كان واضح وصريح انه انا اهملت، فقلت لا بدي اعمل خطه، بصير انزل ثلاث مقاطع هون ثلاث مقاطع هون. طيب. واعمل ثلاث لايفات. وصير انزل ريل على الانستغرام، وصير انزل شغلات على التيك توك. تيك توك وعلى سناب. بس هم ما حبوا هاي الشغله. مين اللي حبوني على الجيمنج؟ فقدت هويتك بهي البساطه. هم اللي حبوني على الجيمنج، اللي حبوني على الجيمنج اكيد ما حبوا هاي الفكره. لانه الستريم انت لازم كل يوم تطلع لايف. لازم. أوكي. فلا انا بدي اعمل بعد. البرنامج افضل. الكومنت اللي بعده. لانه هاي الكومنتات كنت اشوفها لما انا كنت مهتم في الجيمنج وتارك الرياضه. ردوا يقولوا لك تعال على رياضه وترك الجيمنج. لانه هو جمهور انا ما ماسك جمهورين كثير مختلفات. واثنين بيعصبوا. انا ساكته ومتحمله ترى. كومنت اللي بعده يلا. تخيلوا بكره بس ابنه يرجع يشوف البثوث اللي كان يعملها ابوه، شو حيكون؟ لا 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 استنى، مو هيك ترى هون جد. تخيلوا بكره ابنه يرجع ويشوف اللايفات يلي بيعملهم، شو حيكون موقفه؟ كل الحب ابو سروال من الاشخاص اللي بتضحكني. طب ما انا قريت. معي حالك بكره. ما انا قريت زي ما انت قريت. لا لا انت تخيلوا بكره ابنه، يعني ما عم انت عم توصل الفكره. الفكره هي ماكنه. حيضحك. لا حيضحك صراحه. انا لايفات كثير حلوه. خطرت بالك هي الفكره شي مره انه لا ما بدي اعمل هي القصه بكره بيت حما؟ تخيل حالك رايح. اذا انا يعني كنت اطلع واخبص في اللايفات بندم وقتها انه والله، بس انا ما يعني ما كنتش اخبص. اوكي. ما كنتش اجيب العيد يعني. كومنت اللي بعده شوي بس. انا بحبك. ضغطوك الكومنت، ضغطوك. اول مره بحياتي بشوفك. لا اقرا زي ما بدك. ايه. انا بحبك وبضحك كثير بسببك. بس شو؟ لعن الله اللي يتشبه بالنساء، فما احب هيك. خليك برجولتك وشخصيتك، انا عارف انه بدك تضحكنا احنا كمتابعين، بس ربنا ما حددش ان كانت اللعنه وقت هزار او جد. هذا الفيديو، هي الكومنت على فيديو انت عم تعمل فيه شخصيه الام. الام شو رايك فيه؟ كيف ترد عليه؟ يعني انا بديش احرق عليكم.
خلاص ابشر حقتلها لك. حقتلها لك. الكومنت اللي بعده. اخلي الارض المدفعجي يجلطها. يلا الكومنت اللي بعده. كل ما يلعب ببجي شو؟ كل ما يلعب ببجي قليل ايمان لا تلهون الناس عن ذكر الله بهذه اللعبه. هاي الكومنت بتتكرر كثير من عالم وجهه نظرهم انه انتم كيف بتعدوا بتقضوا كشباب عم تقضوا ساعات من وقتكم على الببجي، وفي كثير اهالي بتعتبر انه انتم مشاهير الببجي بتزيدوا هي حاله الادمان عند الشباب. سريعا كيف ترد على الموضوع؟ طب هو كيف شافني لحظه؟ ما هو يعني اكيد متابعني كثير، فهو انت يعني انت نفسك انت روح شو اسمه. بعدين انا مثلا اذا كنت فاتح لايف واجي وقت الصلاه كنت اسكر يعني وروح نصلي وما كنت اريح حدا. يعني برايك انه لسه فيه لحق على كل شيء. اوكي كومنت اللي بعده اخر كومنت وينه؟ كلكم تعرفوش تلعب ببجي الا انت وناصر. لا انت ولا ناصر الخيارة ولا عبس ولا حدا، ابن سوريا وبس. هو صح احنا ما بنعرفش نلعب ببجي. يعني فعلا احنا ما بنعرفش نلعب ببجي، بس احنا بنعمل جو. احنا لايف عباره عن جو مش اكثر. بس انا لحد هسه يعني صار لي قديش 3 سنين بعرفش العب. انت كوميديان اكثر من لاعب بطل. احنا جو. بدك تشاهد الاحتراف روح شوف ابن سوريا، روح شوف. اما بدك تشاهد لعيبه اغبياء شاهدني شاهد مهركو. يعني المفروض انا بالنسبه لمهركو لعيب لانه انا بلشت من 3 سنين. مهركو من هو القد مبلش ولحد هسه نفس الشيء. ضغطت شوي من الفقره. لا ولا ضغطت مبسوط يعني انت من اول ما اجيت هيك عرفت كيكه شادد كثير. لو ضغطت كان رميت التليفون. لو ضغطت كنت ضغطتك. روح بريك زي ما بدك، والله انا ما عنديش مشكله. هنروح على بريك ونكمل مع ابو سروال بتوك تايم. ناطرينك نحن قد ما بدك استناك. العمر كله بعد بيستناك ابو سروال. ها بتحكي معي؟ العمر بيستناك قد ما بدك بيستناك. اهلا وسهلا تفضل. ايه متذكر شو اسمي؟ ماجد. من البرنامج. البرنامج توك تايم. وين انت؟ توك تايم؟ ايه وين انت؟ والله صح. دبي متذكر؟ دبي نعم صحيح. معنى انت امورك بالتمام 100%. هل قد عملت فيك الكومنتات يا زين؟ جورجينا يا زين. جورجينا شو اللي كنت بشاهد ستوري جورجينا قبل ما بلش. ما قدرتش اكمله قبل ما بلش بالفقره اللي هلا بنبلش فيها. بتذكركم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لليوتيوب شانل، زر التنبيهات انت حكي عشان ما تضلش تخربط فيها. ساعدني انت مره انا مره. اعزائي المتابعين والمتابعات الاحياء منكم والاموات، فعلوا الجرس واشتركوا في القناه، فعلوا زر التنبيهات يا رب. انا زي ما كنت احكي فعلوا الجرش واجيب العيد. ليك انت بتعمل محتوى رياضي وبتعمل محتوى جيمنج وما بتعمل كل شيء بيعملوه باقي العالم. يعني البنات شو مقضينا على اليوتيوب؟ منتجات ومكياج وروتيني الصباحي وروتيني المسائي. ايوه ايوه هيك من هدول. والشباب شو مقضينا؟ مقالب ومقلبت امي ومقلبت اخوي. عرفت كيف؟ اول انخطبت وعمين اصدق. ما بقول لك انه قضوها. ما كان قصدك على غيث مروان انه لا يا زلمه انت على السريع هيك فكرت والله. لا ما قصديش عن حدا. باركت له؟ مين هو؟ لغيث مروان. باركت له نعم. اوكي. ليش كم تقولها بحزن؟ في قلبي. فانا اليوم بدي اخذك على المحتوى تبعهم. حنبلش مع اخطب؟ لا شو تخطب؟ يلا انا جاهز. بدك تعمل لي محتوى طبخ. شو محتوى طبخ؟ تفضل خذ السكينه خذ الصحن وبلش اعطيني محتوى طبخ. اشرح لي انت كيف تعمل صحن سلطه. يلا خلينا نشوف. اذا بيوم من الايام لغوا الببجي وانت ما عاد لك خلق كره القدم انا بساعدك. وانت ما عاد لك خلق كره القدم بيطلع معك محتوى طبخ ولا ما بيطلع؟ تفضل هدول بعدين. اشرح لي اعطيني. ما بزبط على محتوى طبخ. اعطيني 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 اعطيني. بنجيب قصي البنا. لازم تشيلوا هاي اللي فوق طبعا. اوكي اجباري. السكينه من باب شو اسمه من سوق الجمعه. جيبوا سكينه كويسه. احنا اليوم نعمل شيش برك. صبايا. اوه والله هذا المحتوى فيه صبايا. لك هذا المحتوى كل صبايا الدنيا عندك، بس انا عم وعيك على الفكره وانت ما عم تتوقعها. طيب طبختنا لليوم تمسك هاي عشان نغليها في المي. ايوه بس منو كلها. غاسلينها انتو؟ ما اظن غاسلينها. كمل لي. مش غاسلين؟ لا والله لا تغسل. لا والله مو غاسلينها. لا تغسل يا جماعه. خلص لي هي وروح على البندوره بسرعه لانه تقطيع البندوره صعب. اخلصها كل؟ لا خلص تقطيع.
ورشه شو البندوره الصراحه نظيفه أيه. يعني كثير مرتبه يمكن مو غسلينها بس كثير والله بعمره ما انغسلت بصراحه مشان عم نبهر انتم يعني اكثر من مره جايبينها واكثر من حدا ماسكها وحلو انا بوكر هذول ما حلقت شي اسبوعين مضوا صراحه يعني بس هيك هذول معهم مواد حافظه ومواد حافظه قلايه بندوره أيه. تعمل لها قلايه بندوره بتقطع بتشرحيها لشرح صغيره ايوه عزيزتي المتابعة هيك اعطيني اياها يعني عزيزتي الطباخة لانه انا متابعين كلهم طباخين على الكاميرا ايه وبتحطيها بالطنجرة شي 4 ساعات وبعدها بتنحرق وبعدها بتنطري برا الدار وشكرا يلا خلصنا من الطبخ علامتك هي 0 من 10 اسوأ ما بنفع 0 مو يعني مو 1 من 10 طب اغسل عشان يزبط قرب ايديك محتوى شو ايدك الثانية ايدك الثانية بسرعة لا شو احكي لي عن فوائد هالكريم بسرعة يلا احكي لي عن فوائده بسرعة محتوى بيوتي مثل نارين بيوتي وستارز وهيك تعرف تعمل هالشغلة والله ما بزبط طب يلا الكاميرا جرب احكي لي الكريم مفيد لليدين تفضل طلع سامر يلا على السريع حياخذوها ميمز ياخذوها ماله الكريم هذا تابع هو ايش ليش اصلا تابع كريم لنعومة اليدين وللعروس وهيك شغلات تابع ايه صبايا الكريم هذا لازم يظلك تستخدمه هو للايد شو ماسك احكي لهم بسرعه يلا احكي لهم عن فوائد ماسك للبشره جرب محتوى جديد اعلانات هي كلها اعلانات عم يجربوك هي كلها اعلانات عمل جهدك بسرعه صبايا ايه لا زبط الماسك اعطيني اياها بسرعه اعلانات للبشره ملايين دولارات جايتك هي بتعمل هيك تاخذ مصاري؟ ايوه وحذر شو بيعملوا لسه؟ يا شو بياخذوا مصاري؟ لا شو بطاطا وخيار الو مو خيار انت ما بتعرف انه بيعملوا هيك ماسك؟ هيك ريلاكس هذا بعرفه يلا احكي لي عن الفوائد ابو سروال ما في كريم غيره؟ شو؟ ما عندنا نحن هذا واخذناه يا شباب أيوة. بس للبنات؟ ايه بس للبنات انت هلا انت هلا نور ستارز انت هلا شيرين بيوتي شو بتعمل؟ مين؟ نور ستارز نور ستارز اوكي شيرين بيوتي اليوم جايين نعمل لكم جوله في بيتي بس وانا لابس الماسك هذا محتوى جديد وانا لابس الماسك ليش عشان الكريم هذا ايوه هيك دهان حالك هيك شو دهان حالك ايش هيك الحركات هيك كلها حركات يعني بادي لوشن للجسم صبايا أيوة. الكريم طلعوا ابشع اعلان بشوفه بحياتي يا زلمه فقدت الامل اعطيني اخي فقدت الامل منك خلينا نعمل اخر تحدي شو اكثر تحدي بدك محرمه لا يعني خلي عيدي اخر تحدي كثير مفيد هذا ازاله الشعر كمل هيك هون يلا اخر تحدي ما راح اكون انا لحالي فيه سامر الأشقر تفضل لعنا على السريع بدنا منك طلب سريع واحد تفضل لعنا على السريع شو أكثر تحدي دارج اليوم عند العالم؟ مين يخطب أسرع؟ لا مقلبة صاحبي بالأكل الحر تعرف هاي الحار هاي. تفضل بزمتك وضميرك حط له حد قد ما بتحب حط 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 لحظة أعطيني حط حط قوي قلبك أيوة حط أزال الرؤوس السوداء صبايا حط لإزالة الرؤوس السوداء استخدمي طب كيف ما انت مش معطينا الاسم جربت أكثر اندومي حد في العالم طب اصبر انا يا زمول طب حطها اعطيني مجال شو خدمك خدمة ما هو انت من باب المنطق يعني خلص بدك ياني اعمل 4 محتويات بعشر دقايق اعطيني مجال افكر ما انت عامل لي فيها بطل وعامل لي تيك توك وعامل لي يوتيوب وعامل لي انستغرام وعامل لي دنيا طب احنا جبنا الجاز ما حكيناش انت بلشت البطوله مو انا طيب صايا بعد ما تعمل السلطه ايوه الخيار هلا بقى بدي اياك تعمل لي غيث مروان ليش هو غيث مروان بيعمل مقلب الاندومي بيعمل مقلب الحد اكلت اكثر شيء بسحد بالعالم مو غيث تحديدا اعطيني حدا من الشباب الكريم هذا بخلي ايدك حمراء ف اذا يعني بتحبي يلا مقلب الاكل الحد مبدئيا انت سقطت باول يعني ضايل عندي امل هذا ايوه جرب حالك انت يعني بتعطينا بروفا انه هل ممكن ننجح لو بيوم من الايام
ما بقى فوتوك على الملعب بكأس العالم الجاي، شو تعمل محتوى؟ طيب استنى، انا حاسس لسه بتلقى، حاسس لسه هيك، حاسس لسه نقطتين هيك 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 هيك. ايوه يلا روح توكل على الله، يلا انطلق. اليوم عندنا تحدي مقلب، تحدي مقلب، تحدي الاندومي ومقلب فيه. ايوه انه انا اكل الاندومي الحار، خلينا نجرب وان شاء الله بنعطيكم راينا. بس شو اسمه والله حار. لا لا شافني ولد صغير، غب غب. طبعا احنا دواقه، بس دواقه ما حسيت يا جماعة، ما أحس بشي. أسألكم بالله يا جماعة، هذا حار؟ يا جماعة فلشني فلش، شو هذا حار؟ قد دلقنا لك يا هدلق سامر، شو هذا؟ والله حار؟ لك شو حار؟ تعال لك. أيوة حط حط. أيوة اسمع والله زاكي، لك شو زاكي؟ أقسم بالله زاكي. أنت ما بتنفع تعمل شي بالكون، يا العب ببجي يا احضار مباريات واعطينا اخبار. يا زلمه البعاد اليوتيوبرز بيجيبوا 100 مليون، ما نحط لك اياها تصورها على اليوتيوب وتعمل لها هي الحركه، ما حيحضروك 10. والله لا حار ولا شيء يا جماعه، بضحكوا عليكم، طلعوا بيعملوا التحدي كله فيك، كل السوشيال ميديا فيك. لك مو فيك، انت اللي معتك بلا احساس يا زلمه. والله مو حار، جبنا لك حد بيذبح ذبح. والله مو حار، جبنا لك هي، وهي اساسا حده. خذ سامر، خذ اسم هذا والله زاكي. تباسيكم كمل مع ابو سروال. اللي بدنا نذكركم مره ثانيه، تعملوا شو تعملوا، يعملوا لايك ويعملوا سبسكرايب ويعملوا زر الجرس ويعملوا كل هالقصص، واعطونا بقى اخر فقره لحتى نودع ابو سروال. ليك اخر فقره، في كمان فقره، اخر شيء، اخر شيء على السريع وخلص مني. بس بدي احذر، شو بدي الدراما يعني، يلا تذبحنا دراما. اوكي اوكي يا ابو سروال، اخر فقره مرتبطه يا الاطرميز، بس شو رايك اجي لعندك؟ ولا بدك تتسطح من رجليك تريح الحرام تاخذ هيك غفله بعد الاندوم؟ الصراحه الوضع بده. تفضل يلا حاجي لعندك. لا لك شو، يلا ماشي، يلا ماشي، جاي انت جاي لعندي بعدين، يلا ماشي زي بدك. شو رايك بهالاطرميز؟ قرعه، هذا الشيء الوحيد اللي انا اخترته بالبرنامج. يلا روح. هي شو؟ ورقه. وهي قلمه. اوكي، ورقه والقلم صاروا معك، وهذا الاطرميز فيه حكم الحياة يلي كتبوها اليوتيوبرز اللي كانوا قبلك. والله بدون مزح عن جد بديك بعد ما عشيناك واعتنينا ببشرتك وبايديك واهتمينا فيك تكتب لنا على هالورقة شيء عن الحياة انت حابب تقوله. وهلا لا تقرا لي، انا بقرا باخر حلقة شيء يعني دراما، نصيحة يعني. ولا شيء انا لازم احكي للناس يلي انت اكتب لي الحياة شو هي من وجهة نظرك، اكتب لي تعريف عنها هون. الحياة؟ لا تقولها، اكتبها، تحط خطوط. والله حلقتك بدها ألف توت يا زلمة. لا يا زمول، اكتب لي شيء. طب وين اكتب؟ حجب لك خطوط يا قومتني مين؟ ولا مصطبة؟ هي مصطبة، اكتب. اه شفت كيف هسه؟ بس ما حتوريهم خط. لا لا انا لا حوريهم خطك ولا الكتاب. هذا خط صف اول، هذا خط صف اول. وشو خلص خلصنا بس هيك، خلنا نكمل لك. خلص خلص صارت جريده. شو هاي الكلمه؟ عمكم عم عيالكم. وميسي تاج راسكم. سودت وشنا، سودت وشنا. سؤال، شكرا على جيتك، انا كثير انبسطت فيك انت يا زلمه. هاي صراحة هدية بسيطة مني لك، ما في هدية هي للحلقة الجاية. وهذا القلم، هذا القلم بقى فيك، فيك تاخده، فيك تاخذ الماسك العشات الاندومي، بس بدنا اياها باقي يا زلمة. مو حار يعني، حينبسط عليها والله زاكية. انبسط فيك بسوي. حبيبي شكرا لكم على هاي الاستضافة. وين اطلع لانه انا انعجبت؟ هاي الكاميرا. شكرا لكم على هاي الاستضافة الحلوة، يعني توقعت انه اعيط بس ما عيط. يمكن انا قاسي القلب ولكن انت عديم المشاعر حبيبي. مسبة هاي؟ يعني شتمني اعزائي المتابعين، فانا مستعجل بدي اروح ارفع قضيه عليه لانه شتمني وما خلى علي. تحياتنا لكم، لايك شير سبسكرايب، ادعمونا ندعمكم، ازرونا نؤازركم، وشكرا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المقابله.
لانه انا دائما الشغلات بعملها ما حد يستفيد منها شيء. استنى شوي، استنى شوي قبل ما تسلم علي. هذا تاج راسك وتاج راسنا وتاج راس الكل. وهي حبيبتك. والله يا جماعه حبيب مصطفي. اكثر حلقه ما بعرف شو اعمل فيها بعمري كله يا زلمه، والله العظيم ولا قادر اتوقع شو بدك تقول بعد هيك.